نروح لخبر اقتصادي معانا عن تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي يوليو وأغسطس ليصل إلى 83 مليار و900 مليون جنيه بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وده وفقا لما أظهره التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية واللي صدر امبارح. حسب تقرير وزارة المالية فإن التراجع في نسبة العجز جه نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة بتفوق المصروفات. زادت إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس اللي فاتوا تقريبا 35%، يعني بنتكلم في 100 مليار و600 مليون جنيه مقابل 74 مليار و500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في حين ارتفع بند المصروفات بنحو 23.7% عشان يوصل ل 184 مليار و200 مليون جنيه. مزيد من التفاصيل والمتابعة معانا على الهاتف الباحث الاقتصادي أحمد علي. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ حسام. يعني هي ارقام كتيرة جدا، كتير زي حالاتي كده مش متخصصين في الاقتصاد، بس بنسمع ارقام كويسة في اول شهرين تراجع العجز الكلي في الموازنة عشان الايرادات زادت والمصروفات قلت. ايه سبب زيادة الايرادات في خلال هذه الفترة؟ طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت ان فكره عجز الموازنه العامه دايما مرتبط اكتر بفكره ايرادات ومصروفات الدوله، وده بشكل يعني اكثر تبسيطا، يعني بمعنى ان العجز بيزيد كل ما كانت حصيله مصروفاتك تفوق بشكل او باخر حصيله الايرادات. اللي بتصرفه اكتر من اللي بيجي لك. بالفعل بالظبط كده. لكن طبعا في سياق الخبر اللي حضرتك ذكرته، تراجع العجز ده راجع لاكثر من سبب. طبعا المصروفات بتزيد دايما في حاله الدول او في حاله عجز الموازنات العامه كل ما كان حجم ايراداتك بيفوق حجم مصروفاتك، لان انت بتتجه للاستيراد بشكل او باخر، وبالتالي ده بيكبد الموازنه العامه للدوله يعني مصروفات اكتر. في يعني حاله الدوله المصريه طبعا في ظل العديد من الاهتمامات الاقتصاديه باكثر من قطاع وعلى رأسها قطاع الصناعة وزيادة الإنتاج وخلافه، كل ده كان مع الوقت بيؤدي إلى فكرة انخفاض حجم وارداتنا، لأن أصبح لدينا إنتاج محلي. الإنتاج المحلي ده مع الوقت بيوجه للطلب المحلي، الاستهلاك المحلي أو المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، وبالتالي ده هيخفض بنسبة أو بأخرى بشكل أو بآخر من حجم وارداتك من الخارج من بعض السلع المعينة. مع مرور الوقت لما بتقدر أنت تحقق إشباع للطلب المحلي أو للمستهلك المحلي بتتجه إلى التصدير. التصدير ده بيكون ليه عائد أو حصيلة من النقد الأجنبي اللي هي من شأنها بتمثل فائض في إيرادات الموازنة. مش بس كده، كمان يعني حتى في نوعية أخرى من المصروفات فيما يتعلق بالأجور، العمالة وخلافه، كل ما كان عندك ارتفاع في مستويات الأجور وإنتاجية هذه العمالة داخل الدولة في كل القطاعات أيا كان القطاع غير كافي أو لا تتساوى مع حجم الأجور اللي تحصل عليها هذه العمالة، ده برضو بيمثل عندك عجز، لأن أنت عندك مصدر من مصادر الإنفاق مش بيقابلوا زيادة في إنتاجية العامل ده أيا كان العامل ده في أي هيئة من الهيئات الحكومية، سواء التربية والتعليم أو الصحة أو وزارات الصناعة أو خلافه أيا كانت الجهة الحكومية. يعني احنا هنا بنربط إنتاجية العامل بمستوى أجره، وبالتالي لابد أن يعني نحصل على إنتاجية من كل عامل في أجهزة الدولة تتوافق أو تتماشى مع حجم الدخل اللي بيحصل عليه، علشان هذا العامل ما يمثلش عليك عبء أو ما يسمى يعني بأننا في تكلفة أو أحد مصادر الإنفاق والتكلفة من بنود الموازنة لا يقابلها زيادة في الإنتاجية اللي بيقدمها هذا العامل، أيا كانت الإنتاجية بقى خدمة تعليمية، خدمة صحية، إنتاجية في قطاع الصناعة أو خلافه. ده من ناحية. الناحية الثانية كمان خليني أقول لحضرتك إن الحصيلة الضريبية بتمثل برضو أحد بنود أو أحد إيرادات للموازنة العامة للدولة، وبالتالي حتى حجم التعديلات والتشريعات اللي صدرت مؤخرا أستاذ حسين في إصلاح المنظومة الضريبية والسياسة الضريبية داخل جمهورية مصر العربية، وحتى الإقبال من جانب المواطنين على سداد وتحصيل الرسوم الضريبية بعينها وعلى رأسها طبعا الضريبة العقارية، وفكرة الوعي اللي أصبحت موجودة وتشكلت لدى المواطن بأهمية الضرائب وعلى أن الضرائب دي بتنعكس بعد كده في صور خدمات أخرى بيحصل عليها، زيادة في الحصيلة الضريبية للدولة بتستهدفها وبتقدر أن هي تحصل عليها من المواطنين، وفكرة القضاء تدريجيا على التهرب الضريبي ده بيمثل بشكل أو بآخر
يعني زياده في ايرادات الدوله. مش بس كده، كمان حجم الاستثمارات المحليه وحجم الاستثمار المباشر. معظم زياده الايرادات اللي حصلت للدوله في خلال هذا العام هي زياده داخليه ام خارجيه؟ الاثنين يا فندم. انا كنت كمان يعني مين نسبتها اعلى؟ يعني دايما الضرائب، هل الزياده من خلال اعاده جدوله الضرائب زي ما حضرتك ذكرت، ورفع الدعم جزئيا عن بعض من المحروقات وبعض من السلع، وشكل من اشكال الاستثمار الداخلي، ام ان زياده الايرادات ايضا فيها نسبه اعلى او اقل؟ ده السؤال لحضرتك، من فكره استثمار خارجي او فلوس جايه من الخارج. هو انت بتشتغل على كلا المحورين يا استاذ حسام. المحور الاول ان انت بتحاول بشكل كبير جدا زياده نسبه الحصيله الضريبيه، على اعتبار ان الضريبه او الرسوم الضريبيه مورد هام او من الموارد الماليه الهامه المحليه داخل اي دوله، وكل ما كان هناك ارتفاع في حجم هذه الحصيله كل ده حتى ما هينعكس على المواطن بشكل او اخر في فكره الخدمات اللي هتقدم للمواطن بعد كده. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا التحسن في وضع الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي المباشر خلال الفتره الاخيره في ظل التشريعات اللي صدرت بتنظم عمليه الاستثمار في مصر، وزي ما حضرتك شايف حجم الزيارات اللي بيقوم بها الرئيس السيسي وجذب العديد من الاستثمارات من كل دول العالم. ده كمان بيبقى له انعكاس يا فندم، لان الاستثمار المحلي او الاجنبي المباشر اللي جاي لحضرتك من الخارج ده هينعكس صوره انتاج هيزيد داخليا، العديد من القطاعات الاقتصاديه المهمه هيتم ضخ فيها المزيد من الاستثمارات اللي هي من شانها هتنعكس على زياده كميه وحجم الانتاج، توفير مزيد من فرص العمل. كل ده مع الوقت بيؤدي او بيتم ضخه في زياده الحصيله، حصيله ايرادات الدوله. يعني هو الاستثمار والضرائب وخلافه كل دي موارد او بنود من بنود حصيله ايرادات داخل بنود الموازنه العامه للدوله، بالاضافه طبعا للعديد من البنود الاخرى المهمه. لكن على اعتبار ان الضرائب بتشكل مورد هام وحيوي من اهم موارد او بنود ايرادات الموازنه العامه للدوله، اعتقد كل ما كان هناك انخفاض في قيمه العجز ده حتى بينعكس اكتر على ان انت بيصبح لديك القدره على ان انت توجه هذه الايرادات او يعني لقطاعات اخرى من شانها ان هي بتمثل عنصر هام في حياه المواطن، زي تطوير قطاع الصحه، تطوير قطاع التعليم وخلافه. وبالتالي يعني هي منظومه متكامله، كل بند فيها بيكمل البند الاخر. أستاذ أحمد علي الباحث الاقتصادي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. يومك سعيد إن شاء الله.